بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. سوف نرى اليوم حل الشامل والأكيد والجذري لمشكلة تعطل مفتاح اليو اس بي. أول شيء عليك أن تعرف وتفهم المشكلة، خليك في هذه الحلقة يعني خطوة بخطوة لكي تفهم كل شيء وتكون يعني ماسك الموضوع من جميع جوانبها. أول شيء بالنسبة للفلاش يو اس بي، ينتمي الأعطال الخاصة به إلى نوعان: عطل هاردوير وعطل سوفتوير. مدى يعني عطل هاردوير وعطل سوفتوير؟ بالنسبة لعطل الهاردوير يعني أنه ممكن يكون مكسور من الداخل أو إحدى الأسنان يعني الخاصة باللحام مكسورة، أو إذا كان حديدي ممكن سخنت ودابت على أخرى، أو ممكن يكون فيه قطع في المسارات التي تكون في اللوحة نفسها. المسارات ممكن يكون فيها قطع، ممكن يكون يعني اللوحات النحاسية الخاصة به مخدوشة يكون فيها خدش. يعني عطل تستطيع إصلاحه عن طريق فك الفلاش يو اس بي عن طريق مفك وكذا، وتستطيع لحامها أو ترفعها لأي شخص لديه يعني خبرة بسيطة، لأن الموضوع سهل جدا يقوم بإصلاحها لك. أما العطل الثاني فهو عطل سوفتوير، وهذا ما سوف نراه اليوم. وإن شاء الله أيا كان العطل الخاص بالسوفتوير سوف تقوم بحله اليوم من خلال هذه الحلقة بنسبة 100%، مليون في المليون راح تحله. أولا كيف يمكنك أنك أنت تفرق بين العطل الهاردوير والعطل السوفتوير؟ الموضوع بسيط جدا جدا. الآن أنا مثلا سأدخل هذا المفتاح يو اس بي، سوف يصدر صوت. إذا أصدر صوت يعني أن الهاردوير أو القطع سليمة من الداخل، ولكن المشكلة أن السوفتوير الخاص بالجهاز يعني فقد السوفتوير الخاص به لأي سبب من الأسباب. سوف أقوم بإدخاله الآن. مثلا هكذا الآن أنا أصدر صوت، يعني أن الجهاز الخاص بي سليم، يعني السليم ميكانيكيا، ولكن مشكلته هي سوفتوير، مشكلة بيانات. أوكي، الآن في هذه الحلقة سوف نرى الحل بالنسبة لهذا الفلاش. مثلا أنا لدي هذا الفلاش، كان هذا هو الفلاش، هذا هو الشكل الخاص به. إذا أتيت له هكذا ونظرت إلى الحجم الخاص به سوف تجده 00. إذا أتيت وحاولت أن تفتحه لن يسمح لك، إذا حاولت أن تعمل له فورمات أيضا لن يفتح لك. المشكلة هي ماذا؟ في بعض الأحيان عندما تحدث لك هذه المشكلة فاعلم أن هناك حل أو اثنان. الحل الأول قمت بشرحه في حلقة سابقة عن طريق CMD، وهو يكون فيروس قام بالعبث بالقيم الخاصة بالفلاش ميموري، أريتك كيف تقوم بذلك. لكن بعض الأحيان حتى إذا استخدمت برنامج ميني بارتيشن ويزارد لن ينفع معك، هذا البرنامج الشهير جدا أيضا قمت بشرحه في عملية فورمات الفلاش. إذا حاولت أن تفعله بطريقة CMD التي قمت بشرحها بدون برامج لن ينجح معك. إذا حاولت أي برنامج في أي شرح في أي قناة أخرى لن ينجح معك الأمر، وسيبقى الفلاش على هذا الأمر مع العلم أنه يتعرف بالصوت في الكمبيوتر. المشكلة ما هي الآن؟ المشكلة أن الفلاش الفيروس أو التلف الذي صار فيه صار في الملف الخاص بالمصنع. هناك ملف صغير يكون في داخل الفلاش مخفي لا تراه بالعين، تكون فيه قيم خاصة لكي استعادته لضبط المصنع، تكون فيه القيمة الخاصة به، تقوم فيه الانتفس ما إلى ذلك. عملنا البنية يعني الخاصة بمثلا هذا الفلاش 7 جيجا. الآن الفلاش هذا حتى ضبط المصنع في حد ذاته قام هذا الفيروس بحذف هذا الملف، يعني أصبح مجرد ملف فارغ، أضاع الهوية الخاصة به، لا يعلم إذا كان فلاش، لا يعلم إذا كان، أضاع يعني الهوية الخاصة به، أضاع الحجم، أضاع. المشكلة هي أريدك أن تفهم أنه قد يعني الفيروس قد حذف ملفات ضبط المصنع. يعني تو مثلا الآن إذا مثلا أيضا تستطيع عملها في الريسيفر، مثل الريسيفر تستطيع يعني إعادتها إلى ضبط المصنع. الآن ماذا إذا حذفت أصلا ملفات ضبط المصنع؟ أوكي، الآن في هذه الحالة سوف تقوم بتنزيل ما يسمى بالفيرموير أو الضبط المصنع الخاص به، ملف ضبط المصنع الخاص بهذا الفلاش. هذا ما سأريك إياه بالنسبة للفلاشات. بالنسبة لضبط المصنع أو الملف الخاص به، السوفتوير الذي يركب عليه تختلف من فلاش إلى آخر، ومن ساعة إلى أخرى، ومن شركة إلى أخرى. كيف تستطيع أن تعرف الفلاش الخاص بك؟ ما هو اسم ونوع السوفتوير الخاص به؟ الأمر بسيط جدا جدا، كل ما عليك هو الانتباه والتركيز. يجب عليك التركيز جيدا في هذه الخطوات لأنها تحتاج نوعا ما إلى دقة. في البداية وقبل كل شيء
سوف تجدني رافع لك البرنامج، يعني تنظر أسفل في الديسكريبشن تجدني واضع لك رابط تضغط عليه وتضغط هنا على التنزيل من خلال المتصفح، أو يمكنك الدخول هنا، هذا هو الرابط الأساسي للبرنامج، يمكنك الضغط هنا على داونلود إكسي ولكن الآن غير شغال، أو الضغط هنا، لكن أنا قمت برفعه لك هنا، وأيضا أتيت لك بموقع آخر يقوم بتقديم أيضا نفس البرنامج في عدة نسخ، ها هي كما نرى جميع هذه النسخ، اسم البرنامج شيب جينيوس، تقوم فقط هكذا تختار دائما النسخة الحديثة تجدها في الأسفل، إذا كنت تشوف فيها بعد 6 شهور أو سنة أو 2 سوف تجد هنا قاموا بتحديث النسخة، ستقوم بتشغيلها. أوكي الآن تمام، الآن هذا هو شكل البرنامج، سواء حملته من عندي أو من الموقع أو من الموقع الآخر، فقط تقوم بالوقوف عليه هكذا وتعطي على الإكستراهير من خلال برنامج الونرار أو الاستخراج. هنا سينتج لديك 3 ملفات لا تنتبه لها، كل ما يهمك هو هذا السيتاب الذي عليه فلاش شيب جينيوس، سوف تقوم فقط بالنقر عليه، محمول لا يحتاج إلى تثبيت لا يحتاج إلى شيء، الآن مباشرة سوف يعمل يعني مسح للملف للمنافذ اليو اس بي، وسيتعرف تلقائيا على الفلاش المعطوبة الخاصة بك، سيتعرف على نوعها وسيتعرف على بعض البيانات الشركة المصنعة وأيضا ما يسمى بالفي اي دي والبي اي دي لكي تعرف أنت نوع الفلاشة الخاصة بك وما هو الفيموير أو السوفتوير المناسب لها، سوف تعرف كل هذه المعلومات الخاصة بالفلاشة الخاصة بك من خلال هذا البرنامج. في البداية تتركه بعض الشيء إلى أن يتم يعني تجميع البيانات. أوكي الآن ظهرت لي كل البيانات الخاصة بالفلاشة التي لا تشتغل، البنية الخاصة بها ما هي؟ أول شيء عليك أن تفهمه أو تحفظه أو سنستخدمه في البحث، وهو USB Device VID هو 058F، أنا مثلا هكذا على سبيل المثال، BID هو 1234. أوكي الآن سوف تبحث عن الديفايس فوندور، وهو مهم جدا، ما هو نوع الشركة المصممة لهذا الفلاشة، طبعا الشركة راه المصنعة، مثلا أنا سان ديسك الآن مكتوب عليه، ولكن هنا المصنعة للنواة الحقيقية يعني هي أو النواة أو المعالج، نوع المعالج هي ايلكور ميكرو كما نرى هنا، يعني هذا بالنسبة للشيب فوندور هو مهم جدا، يكون النواة أو يكون المعالج أو الوحدة التحكم المركزية الخاصة بهذا الفلاش، ما هو اسمها أو ما هو اسم الشركة المصنعة التي سوف نبحث عنه، هو هذا الاسم ايلكور. أوكي الآن سوف تبحث أيضا على البرودكت موديل، ما هو يعني عندما أدخله أنا في الحاسوب في الوضع الطبيعي ماذا سوف يتعرف عليه الحاسوب، ماذا سوف يتعرف على هذا الفلاش، ماذا سوف يكون يعني عند الفلاش، هو USB فلاش ديسك، هكذا 3 أسماء USB فلاش ديسك. أوكي الحجم الخاص به هنا كما نرى هو 7 جيجا، هو أصلا 8 أنا يظهر عندي ولكن دائما لا تظهر بالساعة الكاملة، يعني 7 جيجا 0.6 و هنا 7.76 كل شيء واضح. ما زال الشيء الأخير قد تحتاجه أيضا في البحث، وهو الكنترولر بارت نمبر، هو هذا الاسم أو قد تجده يعني لديه أكثر من اسم، وهو الـ EU689AN. عموما تحفظ جميع هذه البيانات لأنك سوف تستخدمها في الموقع الذي سوف نقوم بالحصول على السوفتوير الخاص بنا، دخل إلى هذا الموقع هو فلاش بوت دوت ريو، أول شيء ستأتي إلى هنا آي فلاش أو أريد البحث على فلاشة، كما نرى هنا لدي في آي دي وبي آي دي التي هي يعني نفس البيانات الموجودة في هذا البرنامج، وهي أنا مثلا في آي دي 058F. أوكي سوف أتي إلى هذا المكان وأكتب 058F، بعد ذلك سأبحث على البي آي دي في نفس أيضا البرنامج، مثلا البي آي دي لدي هذه هي 1234. أوكي السر كلها راه في مسألة البحث ودقة البحث هنا 1234. أوكي كل ما عليك الآن هو الضغط هنا سيرش. أوكي الآن كما قلت لك يجب عليك فقط الانتباه والبحث بدقة كبيرة جدا، يعني أول شيء وقبل كل شيء عليك دائما كما قلت البحث في السايز 8 جيجا. أوكي بعد 8 جيجا بالنسبة للفي اي دي والبي اي دي نفس البي اي دي،
بالنسبة لل هنا عذرا بالنسبة للنواة الأساسية وهي الديفايس فوندور آيل كور، دائما عليك أن تثبت بأنك موجود على الآيل كور. أوكي، بعد ذلك هنا عليك فقط الانتباه إلى هذه النقطة، يعني المفصلية كما قلنا 8 جيجا الحجم. هنا البارت نمبر، البارت نمبر هو الذي سوف يحدد لك نوع الفلاشة التي تريدها. مثلا أنا AU698 هذا الرقم، AN هذا هو الرقم، عليك فقط الانتباه إلى هذا الرقم، هذا رقم عليك أن تحفظه، أو هذا هي نفسه قد تجده يعني هنا وقد تجده بهذا الاسم، يعني قد تجده ظاهر هكذا أو قد تجده ظاهر هكذا. أوكي، الآن سوف أبحث أنا على هذا الرقم الخاص بي، ولكن بتأني وبتروي واحدة واحدة. بالنسبة أريد أن أقول لك شيء، مثلا إذا حملت سوفتوير غلط ومررته إلى الفلاش اليو اس بي راه ما فيش خطر أبدا على الفلاش الخاص بك، لأنه مش راح يمر إذا كان غلط. يعني جرب حمل 1 و2 و10 إلى أن تصل إلى الفلاش، إلى أن تصل للسوفتوير الذي يعني يركب على الفلاش الخاص بك. لا تخف، لا يوجد أي يعني ضرر على الفلاش الخاص بك من أي نوع. أوكي، الآن كما قلت أنا بالنسبة لي حافظ الفلاش الخاصة بي، الاسم الخاص بها. مثلا هنا سبحت في شيب موديل على البارت نمبر الذي وجدته، الذي هو نفسه هذا البارت نمبر. الآن وجدته على سبيل المثال أنا، ها هو بالنسبة لي AUS69، ولكن الحجم 16 جيجا، يعني ليست هذا السوفتوير المناسب، إنما السوفتوير المناسب لنفس الفلاشة ولكن فئة أخرى، ليست نفس هذه الفئة. الآن دائما أأتي إلى 8 جيجا وأبحث هنا، الآن هكذا، الآن هذا هو نفس الفلاشة التي أريدها AU6989 التي هي نفسها هذه نفس هذا الرقم. لكن أريد التنبيه إلى نقطة مفصلية، أن أنا ما نقدرش الآن نحمل هذا الـ يعني السوفتوير لأن أمامه فارغ. لازم أنت يكون هنا أمامها اسم، مثل هنا الآن يجب أن يكون أمامه فارغ، يجب أن يكون يعني يكون يوجد اسم هنا، لا يكون يعني فارغ. أوكي، الآن سوف أظل أبحث إلى أن أجد الفلاشة الخاصة بي، الفلاشة يعني المناسبة إلي. أوكي، ستبحث هكذا واحدة واحدة عليك. أوكي، الآن هنا أنا قمت بالعثور على الأي U698. أريد تنبيهكم إلى أمر، دائما عندما تجد إكس هنا يعني لا يهم الرقم 1 2 3 4 5 6، الرقم الأخير يعني أن هذا ستاندر يركب على أي فلاشة يكون الرقم الأخير الخاص بها. لا يهم يعني إذا كان 1 أو 2 أو 3، مثلا أنا هنا لدي الرقم الأخير الذي 6 9 8 9. أوكي، 6 9 8 9. الآن إذا نظرت هنا 6 9 8 وحتى 9 1 4، يعني أوكي هذا السوفتوير يستطيع تركيبه على أي رقم، ما فيش مشكلة، يعني ما تنتبهش إذا وجدت إكس. أوكي، يعني هذا افرح يعني أنك وجدت الإكس. وأيضا هنا افترض معك أنك وجدت كل البيانات الخاصة يعني الجهاز الخاص بك أو الفلاشة الخاصة بك، بعد ذلك فقط تنسخ الاسم الخاص بها هكذا وتذهب إلى الجوجل كروم. يجب أن تذهب إلى الجوجل كروم ثم تعطي على بيست وتعطي على الأوكي. الآن سوف تظهر لك النتيجة يعني الخاصة بها. مثلا هذا الموقع هو نفس الموقع الذي قلنا فيه قبل قليل، ولكن أردت أن تبحث يعني في الجوجل لكي تكون النتيجة أعلى، يعني لكأنه في بعض الأحيان لا تستطيع عمل ذلك. هنا تظهر لك النتيجة، هنا يقول لك الفي آي دي والبي آي دي الخاصة به، يمكنك أيضا مقارنة نفس الأمور. هنا أيضا البرودكت أو الساعات التي يدعمها هذا يعني الفي ام وير. اوكي، الان اريد فقط ان يعني يدعم ساعات ايضا مثل الفات 32. ايضا تبحث في العديد من هنا ومن هنا ومن هنا، تظل تبحث الى ان تصل الى الفي ام وير او السوفت وير المناسب لك. الان لنفترض أنك أيضا في هذا الموقع تحدث هذه بعض الأحيان النادرة جدا، مثلا لبعض الإخوان أنه مثلا يبحث عن شيء معين، مثلا يجد اسم الجهاز، الاسم وبيانات اليو اس بي الخاصة به، ولكن نوع واسم
الفيموير أو السوفتوير لا يجده، إما أن يجده فارغ وإما أن يجد أمامه رابط هذا الموقع الذي هو نفسه رابط هذا الموقع الذي هو فلاش بوت. أوكي، الآن ما هو الحل؟ مثلا إذا نظرت هنا 6 9 8 9 الآن هكذا، أوكي الحجم 16 جيجا، يجب أن تنتبه جميع الأمور، المعالج الكور، وهذا مثلا لدي اسم سوفتوير. الآن مثلا إذا أخذت هذا الاسم هكذا أوكي وذهبت إلى جوجل بهذه الكيفية وعملت بيست وعملت هكذا، سوف تجد العديد من الفيموارات يمكنك تحميلها مناسبة لك هكذا، تعطي على الأوكي، يعني سوف تجده بسهولة السوفتوير الخاص بجهازك، سوف لن تواجه أي مشاكل. بالنسبة للتحميل دائما تأتي مثلا إلى هنا، طبعا تختلف المواقع، هذا موقع روسي أنا فقط من باب يعني الشرح، تضغط هنا وسيتم تحميله مباشرة لديك مثلي أنا الآن هنا كما ترى. أنا سأعطيه كنسل لأني لا أحتاجه أصلا، لكن لنفترض أنك مثلا كما قلت لديك فلاشة لم تجد أبدا يعني لم تجد اسم السوفتوير المناسب لها، إما وجدته فارغ أو وجدته أمامه يعني هكذا رابط الموقع، فما الحل في هذه المشكلة؟ أمامك حل أخير، وهذا الحل مليون في المليون سوف يضمن لك يعني الحل الأخير، يعني هو فقط في طريقة البحث. هذا لذلك قلت لك أن البحث اليوم هو أساس الدرس الخاص باليوم، البحث يعني بشكل 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 يعني بشكل يعني يجب أن ترتجل فيه وتشغل مخك شوي، هو أن تأتي دائما إلى الكنترول بارت أو الشيب بارت، هذا أو اسم الفلاشة يجب أن تنسخه هكذا مثلي أنا سأنسخ هذا الاسم أو أكتبه، يمكنني أيضا كتابته، أنا كتبته هنا، كتبت نفس الاسم هنا، ولكن حبيبي بعد ذلك دائما ستضع 8 جيجا هكذا ترمز للجيجا بايت، يجب أن تضع مثلا إذا أنا الآن عندي 8 جيجا، أنت إذا كان أكثر أقل مثلا 2 جيجا سوف تضع 2 جيجا، مثلا 16 جيجا سوف تضع 16 جيجا، يجب أن ترمز إلى هذا الرمز لكي تقول له ابحث لي عن الفيرموير الخاص بهذا يعني الفيرموير الذي اسمه كذا وسعته كذا، وتعطي على الجوجل هنا. الآن سيظهر لك العديد من المواقع يمكنك فتحها هنا، ها هو الآن ظهر لدي الكثير من المواقع، تبحث فيها عن الفيرموير المناسب الخاص بك الذي يدعم 8 جيجا، أؤكد لك بنسبة مليون في المليون سوف تجد الفيرموير الخاص بك، مثلا هذا الموقع الذي دخلنا إليه هنا مثلا، وتبحث عن أيقونة التحميل وتحمل إذا وجدته، إذا ما وجدتهاش تنتقل للي بعده واللي بعده واللي بعده إلى أن تجد يعني ضالتك. هذه هي الطريقة الصحيحة للبحث عن الفيرموير الخاص أي فلاشة تحمله، وسأريك الآن بعد أنا قمت بالبحث وتحميل الفيرموير المناسب للفلاشة المعطوبة الخاصة بي، هذه فلاشة لها فقط يعني يعني وقت طويل جدا جدا تشتغل فيه، مركونة شكل السوفتوير أيا كان السوفتوير الذي سوف تحمله أو البيانات المصنع الخاصة بك أو الفوندور الكور طبعا الخاص الذي قمنا بالبحث عنه، سوف ينزل لديك هكذا عبارة عن ملف وينرار، تقوم بالوقوف عليه والضغط على الاكستراهير واستخراجه يعني ببرنامج المرار كأي برنامج آخر، سيظهر لديك هكذا في مجلد، هذا هو الشكل العام لأي أي سوفتوير سوف تقوم بالبحث عنه لتنصيبه في الفلاش، هكذا هي جميع الخطوات تقوم بالنقر عليه، سوف تجد نفس الأدوات ونفس الأسماء ونفس كل شيء. في البداية ستأتي دائما إلى كلمة load driver، هذه تقوم بالوقوف عليها بزر الماوس الأيمن بشكل عادي وتعطيها على الرين أس أدمنستريتور أو التشغيل كمسؤول، هذا بالنسبة للدرايفر أو بعض التعريفات التي تكون ناقصة في الويندوز، يجب أن تقوم بهذه النقطة تكون ناقصة في الويندوز لكي تقوم بعملية الفورمات من خلال أو بصب برنامج البيانات المصنع الخاصة بأي فلاش. الآن تضغط فقط أنستال، راه لن تظهر لك أي شيء، فقط مجرد أنك أنت تضغط يعني أنستال لن تظهر لك أي شيء، بعد الأنستال تضغط على إكزيت، هذا هو تأتي إلى خيار بعد ذلك الآيكور إم بي، هذا الخيار الذي أمامه مصباح تقف عليه بنفس الكيفية وتعطي على الرين أس أدمنستريتور، تعطيه التشغيل كمسؤول واجهة السوفتوير الذي سوف تقوم بعمله. الآن كل ما عليك من هذه الصفحة فقط أن تضغط على ستار و
وتنتظر. قد تتأخر لديك الآن هذه العملية الآن عمل فورمات، تضغط عليه مرة أخرى ستار، والآن تنتظر إلى أن تكتمل هذه العملية. الآن فقط عليك الانتظار حتى تكتمل هذه العملية، قد تتأخر لديك. أوقف يعني كل شيء واترك الجهاز لوحده، بعد ذلك قم ب عند انتهاء العملية قم ب ويعني خرج الفلاش USB وادخله مرة أخرى، وإن شاء الله سوف يشتغل لديك. الآن لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك ومشاركة الفيديو لكي يستفيد الجميع، وأي استفسار أو مساعدة في هذا الموضوع قم فقط بطرحها أسفل في التعليقات. والسلام عليكم.